مرحبا دكاترة، إن شاء الله هاي المحاضرة راح ناخذ بيها الأنستيزيا ايجنت. أني ليش دا أستخدم لوكال أنستيزيا؟ حتى أقلل البين للبيشنت. أوكي، الأنستيزيا ممكن يصير بيها فيلير، ممكن تفشل. شنو اللي صار الفشل مالتي؟ يا أني ما انطيت دوز كافية للبيشنت، يا التكنيك كان غلط. أي المفروض أخدر نير حتى البيشنت ما يحس ببين. احتمال التكنيك غلط، راح اخدر مسلز او فيزل. شلون اتجنب هذا الشيء؟ احنا عندنا نوعين من السرنج، سبريتر واسبريتر. استخدم الاسبريتر سرنج اللي هي اني احطها للبيشنت، تمام، اسوي انجكشن واسحب اشوف اكو دم لو ماكو دم. حاله طلع دم يعني اني داخل فيزل، ما طلع دم يعني اني داخل نير. اكو فاريشن سواء بيولوجيكال او اناتوميكال بين شخص وشخص، اختلافات تصير. اوكي، يعني الأفراد مو نفسهم، مو نفس الأناتوميكال، ممكن يصير بيها فاريشن. زين، عندي كومبليكيشن بالأنستيزيا. شنو الكومبليكيشن اللي ممكن يصير عندي؟ أليرجي، توكسيسيتي، سايكوجينيك. خلونا بالسايكوجينيك أول شيء. السايكوجينيك ان البيشنت ورا ما اخذنا راح يصير عنده فينتينج او فازوفيجال سينكوب. شو اسوي بهاي الحاله اذا صار عنده فينتينج؟ هي اذا تصير لان الشخص متوتر وخايف، واحنا اخذناه فصارت عنده هاي الحاله. مجرد انه اني انزل التشير وارفع رجل البيشنت، اعدل التشير وارفع رجله، ما اخليه يظل قاعد لان يصير عنده هايبوكسيه. بالابرايت بوزيشن حيصير هايبوكسيه. زين، بعد شنو عندي؟ نقطتين، الالرجي والتوكسيسيتي. هسه احنا شنو راح ناخذ شويه؟ راح ناخذ انه الانستيزيا ايجنت مالتي مين تتكون. اللوكال انستيزيا ايجنت عباره عن يا اما استر يا اما امايد. زين، يعني عندي نوعين، عندي استر عندي امايد. الالرجي تصير ويا مجموعه الاستر اكثر من مجموعه الامايد. ليش؟ شوية الأخرى راح نعرف شنو السبب، بس نخلي بالنا إنه واحدة من المشاكل اللي ممكن تواجهني ورا ما أخدر المريض اللي هو الألرجي تصير أكثر بمجموعة الأمايد لو مجموعة الإستر. بمجموعة الإستر شنو السبب؟ إنه أكو بيها هرمون اسمه بارو أمينو بنزوينك أسيد، هو اللي يسوي لي الألرجي. شنو السايز والسبتا مال البيشنت؟ شنو هي الأعراض اللي أشوفها بحيث أقول هذا المريض صار عنده أليرجي؟ سكن راش وفلاشنج، النبض يزيد وأدمه، الشخص وجهه يحمر، تمام، صار عنده بقع حمراء جسمه، نبض يصير عالي ووجهه يورم. بهاي الحالة أنطي كورتيزون وأنطي أدرينالين، أدرينالين أي إم. ولأن دا لاحظ أكو هواي دكاترة دا ينشرون معلومات بصفحتهم. ليش مرة شفت الدكتورة كاتبة شغلة غلط؟ كان حاكي على الانفلاكتيك وقال انه احنا ننطي البيشنت ادرينالين اي في اذا صارت عنده بالعياده. هاي حاله، اولا احنا كدكاتره اسنان مستحيل نعرف ان ننطي اي في. اوكي، هاي ان شاء الله نخلوها ببالكم، احنا كاسنان مستحيل نعرف ننطي اي في. ثانيا احنا نريد سرعه، نريد بسرعه، نريد شخص متمكن وبسرعه يخدر. الاي في غير هذا شخص متمكن، فالاي ام اسهل. ثالثا والاهم، انه مستحيل انطي اي في البيشنت عنده انافيلاكسيس، مستحيل راح يموت. اوكي، راح يموت. فمن تقرون المعلومات رجاء انتبهوا عليها، انتبهوا على مصدرها منين. يجوز هاي المعلومه مثلا القديمه كانت صحيحه، بس هسه لا، هسه لا، هسه هاي المعلومه غلط. فمن تقرون معلومه تاكدوا مصدرها، مو بس تقروها، روحوا شوفوا دوروا عليها شوفوها صحيحه لو لا. هاي شغله. الشغله الثانيه، من تدون تنشرون معلومه اقرأ آخر أبديت لهاي المعلومة شنو هو. زين، هاي بالنسبة للألرجي. بالنسبة للتوكسيسيتي شنو هي الساينز والسبتم؟ النبض يقل ويصير عندي شحوب بالوجه. لحظة بس، أوكي. زين، التوكسيسيتي شو اسوي؟ اوقف العلاج، اخابر الطوارئ، واسوي البيسك لايف سبورت للبيشنت. زين،
إذا بس هقول بين أعراض الألرجي وأعراض التوكسيسيتي. الألرجي يصير يعني وجهه يصير أحمر فجأة ويورم، والنبض يبدي يزيد. التوكسيسيتي النبض يقل والوجه يصير شاحب. زين، شلون أتجنب التوكسيسيتي وشلون أتجنب الألرجي؟ الألرجي أسأله للمريض، أقول له أنت رايح دكتور أسنان قدل؟ شو مسوي؟ مثلا حشوة، قلع، المهم مو تنظيف، أوكي، ولا دنتشر، حتى أتأكد إنه هو مخدري قبل وما صاير عنده شيء. راح يقول لي مثلا إيه والله رحت قبل فترة قلعوا لي مثلا فلانسن. أقول له من خدروك شنو صار؟ أقصد مشكلة صارت؟ حتى أتأكد إنه هو ما صاير عنده حساسية، يعني إذا عنده حساسية حتى أبدل النوع. زين، التوكسيتي شلون أتجنبها؟ اسبريشن، انه اتاكد انه اني بنيرف مو ببلاد فيزل، سلو انجكشن، وهاي كلش انتبهوا عليها، لان هواي الاحظ دكاتره من شنو بالكورس قبل اشوفهم من يخدرون راسا بقوه، لا سلو انجكشن على كيفكم شوي شويه، والدوز ليميتيشن، لا تنطون هواي تخدير للبيشنت، لا تنطون دوز بجرعه عاليه. مبدئيا احنا يعني هي اصلا تنحسب على الوزن مال البيشنت، على وزنه وعلى عمره نحسب الجرعه الدوز مالتنا، بس بصورة عامة مو أكثر من 4. الشخص عمره فوق 20 سنة، مو أكثر من 4، تمام؟ زين، نجي هي التولز مالتنا الشنية، عندي سرنج وعندي نيدل. زين، اللوكال أنستيزيا كارتريج، منين تتكون؟ شنو بيها الكارتريج مالتي؟ بيها ايجنت اللي هو يا إما استر يا إما أمايت، أو نوع ثالث unusual أمايت، تمام؟ استر او امايد، وسووا بعدين ان يوجوال امايد، بس هنحكي عليهم. فازو كونستراكتر اللي هو ادرينالين، واكو نوع ثاني اللي هو الفيليبريجين، وهم راح نحكي عليهم، والبريسرفيتيف. اوكي، هاي 3 شغلات. الكارتريج مالتي عباره عن لوكال انستيزيا ايجنت، فازو كونستراكتر، وبريسرفيتيف. ليش يستخدمون الفازو كونستراكتر؟ ليش فازو كونستراكتر ليش يحطوه بالتخدير؟ شنو اسبابه؟ ليش يحطون ادرينالين او فيليبريجين؟ حتى يقللون التوكسيسيتي، دي يخففون الماده، دي يخففون الاستر والامايد. اوكي، لذلك من اجي اخدر المريض كاربوله بدون ادرينالين راح انطيه جرعه اقل مما لو راح مما يكون بها ادرينالين، لان بالادرينالين تكون مخففه، اقدر ازيد الجرعه مالتي. اذا اول شيء تقلل التوكسيسيتي، اثنين يزداد الدبث والديوريشن مال لوكال انستيزيا، 3 يقلل البليدنج، 4 حتى اتاكد انه الانستيزيا ما راح يصير بيها ديفيوز، راح تبقى مكان واحد، تمام، ما راح يصير بيها ديفيوز. زين، شنو هي انواع ادرينالين وفيليبريجين؟ شنو هذا الفيليبريجين؟ شويه لخ ونحكي عليه. زين، لسه احنا قلنا اللوكال انستيزيا ايجنت هي استر وامايد، وقلت لكم بعدين سووا الانوشوال امايد، خلينا ناخذهم واحد واحد، نسوي مقارنة بين الأمايد وبين الإستر. هذا يفيدكم كمعلومات عامة، وثانيا يسألوكم بيه، هو مبدئيا ما موجود بالمنازل، يعني حسب علمي إنه ما موجود، إنه هذا كله ما موجود بالمنازل، أو هذا الفيديو بصورة عامة ككل ما تلقوه بمنازل جامعة بغداد، بس بالعمل الفاينل من يسألوكم أورالي يسألوكم بيه، تمام؟ عندنا نوعين أمايد وإستر، نسوي مقارنة بسيطة بينهم. الأمايد الميتابوليزم مالته تصير بالليفر، بينما الاستر بالبلازما. اوكي، زين، بالعقل هيك، من واحد الميتابوليزم مالته بالبلازما واحد بالليفر، من هو الالرجي بي اسرع او اكثر؟ اكيد اللي بالبلازما، اذا الاستر عنده هاي الالرجي ريت. زين، الامايد لو الالرجي ريت. زين، الامايد يشتغل ببطء بس طول فترة طويلة، الإستر بسرعة يشتغل ويبقى لفترة قليلة. الأمايد slow onset long duration، الإستر fast onset short duration. الأمايد مو قلنا الميتابوليزم مالته عن طريق الليفر، لذلك أقدر أخدر لكل المريض المرضى إلا إذا هو عنده حساسية من الأمايد، او عنده ليفر فيلير، او عنده ليفر سيروسس.
الاستر عن طريق المين، البيشنت عنده حساسيه من الامايد، اذا احنا دائما نستخدم الامايد الا اذا اجاني عنده حساسيه، شو نطي؟ انطي استر. تمام. من هي الامايد؟ مثل شنو؟ ليدوكاين، ميبيزيكاين، بيبيزيكاين، الريبيزيكاين. احنا كاسنان نشتغل ليدوكاين، الا بحاله واحده نستخدم بيها الميبيزيكاين. وشوي لخ اقول لكم شنو هي هاي الحاله. تمام. البيبيزيكاين والريبيزيكاين احنا ما نستخدمهم. زين، بعد الاستر شنو؟ البنزوكاين والبروكاين. البنزوكاين اللي هو مسوي توبيكال، والبروكاين كانجكشن. وهم البروكاين احنا ما نستخدمه. اذا بس عرفوا البنزوكاين اللي هو التوبيكال. زين، لعد الان يجوا الامايد شنيه؟ ارتيكاين وبروليكاين. زين، منو اللي يهمني؟ اللي يهمني الليدوكاين، اللي احنا كل شغلنا بيه، اللي اذا عنده حساسيه راح انطيه استر، اللي هو منو؟ اللي هو البروكاين كانجكشن، والبنزوكاين كتوبيكال، اللي اذا هو عنده حساسيه من الامايد او عنده ليفر سيروسس او ليفر فيلير. اذا ما عنده اريد انطي، انطي عادي الليدوكاين اللي هو امايد. اكثر شيء يشتغل لونج دوريشن رابيد ابزورب ولونج دوريشن هاف لايف تقريبا 90 دقيقه بادرينالين. شنو وظيفه الادرينالين؟ يقلل لي البليدنج، يقلل التوكسيسيتي، ويقلل السيستميك ابزوربشن، انه ما يخلي الايجنت تنتشر كل مكان. اوكي، هاي الليدوكاين. زين، اني حاكي على الانيوجوال امايند اللي هو الارتيكاين وال البريلوكاين. ليش؟ لان مره شفت اكو واحد من جروبات الفيس دكتور كان ناشر انه بيشنت عنده حساسيه لليدوكاين، شنو يخدره؟ مدى يعرف شنو يخدره؟ عنده حساسيه من الليدوكاين، من اللاتكس اللي بالكارتليج، من اللاتكس اللي بالكارتليج، من الليدوكاين ومن اللاتكس اللي بالكارتليج. فراني اسال شنو مخدره، لذلك حطيت لكم اياه. خلينا ناخذهم الارتيكاين والنوع الثاني البريلوكاين. الارتيكاين ميتابوليزم بالبلازما، لذلك اذا اريد انطي بيشنت عنده ليفر فيلير او ليفر سيروسز ما اقدر انطي ليدوكاين ولا انطي ميبيزيكاين. اقدر انطي بروكاين واقدر انطي ارتيكاين، اقدر انطي بروكاين واقدر انطي ارتيكاين. افضل منه؟ افضل الارتيكاين. اوكي، اخلي البروكاين اخر اختيار. واذا بيشنت اريد اسوي له اريد اسوي مثلا فلاب، ماذا اقدر اخدره بلا تلي؟ الفد مشكله، اما هو كلش دا يتاذى او عنده فد تيومر كبير بالبلد، اذا اقدر اخدره شو اخدر؟ اخدر ارتيكاين. ليش؟ لان عنده هاي باور اوف ديفيوجن، راح توصل للبليت وتخدر لي اياها بدون ما اطخها، بدون ما اسوي بلاتال انجكشن. بلاتال انجكشن كافي انه هو يخدر لي البليت. هاي منو؟ بالارتيكاين. زين، بس ما انطي للاطفال. البريلوكاين ما بي ليدوكاين، ما بي ادرينالين، عفوا ما بي ادرينالين، احنا مو ليدوكاين بي ادرينالين. البريلوكاين ما بي ادرينالين، بي فيليبروجين او اسمه الثاني اوكتابروجين. احنا مو قلنا عندنا نوعين من الفازو كونستراكتر، عندنا ادرينالين وعندنا فيليبروجين او اسمه الثاني اوكتابروجين. الادرينالين نعرف شنو، الفيليبروجين اوكتابروجين شنو؟ هذا هو هرمون موجود بالجسم بالفيميل، يطلع بوقت الولاده. اوكي، هذا موجود وين؟ بالبريلوكاين. بالبريلوكاين انستيزيا ايجنت يحطونه بمكان الليدوكاين، بمكان الادرينالين، عفوا بمكان الادرينالين شو يحطون؟ الفيليبروجين. من قلت انه هو هرمون طبيعي بالجسم بالبريجننت، يطلع بوقت الولاده، بالتالي هل اني اخدر بيه حامل؟ طبعا لا، يعني مستحيل بيشنت بريجننت انطيها بريلوكاين، لان الماده مال فازو كونستراكتر اللي بيه مو ادرينالين، لعد شنو؟ فيليبروجين. فش هتسوي لي؟ كونتراكشن لليوترس. اوكي، زين، لعد هذا المن استخدمه للي عنده حساسيه من اللاتكس، للي عنده حساسيه من اللاتكس، ولمدى اقدر اخدر له فد شي بادرينالين.
مثل الليدوكاين، يعني عنده حساسية من اللاتكس وعنده حساسية من الليدوكاين. والليدوكاين شنو البازو كونستراكتر البي؟ أدرينالين. هو عنده حساسية من شنو؟ من الليدوكاين مو من الأدرينالين، انتبهوا على هاي. أوكي، وعنده حساسية بنفس الوقت من اللاتكس اللي بالكارتليج. ايش راح نطيه؟ حنطيه بريلوكاين اللي هو آمن إلا إذا كان بريجننت. إذا البيشنت عنده هايبرتنسيف ومشاكل مع القلب ممكن ممكن يطوه. زين، اذا شفت فيديو مع احد ناشر بوست انه بيش عنده حساسيه من اللاتكس او عنده حساسيه لليدوكاين، شنو ينطو؟ ينطو بريلوكاين. بس اذا ما بشي انه هي ما تكون فيميل، شنو ينطو؟ ينطو بريلوكاين. هذا بميزه حلوه انه الميتابوليزم مالته باكثر من مكان، بالليفر، بالبلازما، بالكدني، باللانك، بالسويت جلاند، فتكون التوكسيسيتي مالته قليله. زين، التوكل انستيزيا ايجنت يستخدموها قبل ليسوون انجكشن حتى يقللون الديسكونفورمنت اللي ويا الانجكشن. اكو ليدوكاين واكو بنزوكاين، الليدوكاين اللي هي امايد والبنزوكاين اللي هي الاستر. طبعا اكيد اللي عنده حساسيه من الامايد راح نطي استر، عنده حساسيه من الاستر راح نطي امايد وهكذا. الديوريشن مال الانستيزيا كمعلومات لكم انه الليدوكاين والميبيفيكاين شورت اكتين، الارتيكاين مودريت، والبيبيفيكاين البيبيفيكاين احنا اصلا ما نستخدمها، يستخدموا دلوقتي ما بزلو فيشيال لونج اكثر من 6 ساعات تطول البيبيفيكاين والبيبيفيكاين. هسه وقعنا اخر شيء مجموعه ملاحظات. مثلا الميبيفيكاين هو لاز فازو ديليتر انستيزيا ايجنت، كذلك هو البيست بلين انستيزيا. الليدوكاين هو الفيرست تشويس اذا ما عندي كونترا انديكيشن اليه، يعني اذا ما عنده حساسيه من الامايد او ما عنده ليفر سيروسز او ليفر فيلير انطي ليدوكاين. اوكي، الارتيكاين اذا عنده بينفول بلاتال انجكشن الا اذا كان طفل ما انطيه اياه، يعني الارتيكاين اذا عنده بينفول بلاتال انجكشن ما اقدر اخدره بلاتالي، هو مو طفل، هو مو طفل، اخدره ارتيكاين بكالي هو وصل بلاتالي. البريلوكاين اللي عنده حساسيه لللاتكس، اللي عنده كارديوفاسكولار ديسيز وهايبرتنشن. بس هذا اقول لكم شغله، يعني مريض الضغط اني اقدر اخدر له ليدوكاين الا اذا ضغطه كلش صاعد، انا مضطره انه اني اشتغل له. تمام، ضغطه كلش صاعد بهاي الحاله احول على البروليكاين، ليش؟ ما بي ادرينالين، بي فيليبريجين. تمام، الميبيفيكاين هسه راح اقول لكم عليه، البيشنت اللي عنده هايبر ثايرويد وكنترول اخذ ليدوكاين عادي، اذا ان كنترول هايبر ثايرويد اخذ ميبيفيكاين. واذا بريجننت وعندها ضغط، يعني هي هم حامل وهم عندها ضغط، اخذ ميبيفيكاين. تمام، اذا عنده تيومر بالادرينال جلاند اخذ ميبيفيكاين. زين، هذا شنو هو الميثيوموجلوبينيميا؟ البيشنت مو كان ما عنده في الراس، عنده في الرك، يعني هيموغلوبين مال البيشنت مو كان ما بيه في الراس، بيه في الرك. اي راح اخدر بريلوكاين، ايش راح يصير عنده؟ مثيل هيموغلوبين. يعني هسه الهيموجلوبين مال البيشنت مو كان ما بيه في الراس، بيه في الرك. انا جيت خدرت بريلوكاين راح يصير عنده هذا الشيء. بهاي الحاله شو يسوي له بالطوارئ؟ راح ينطوه ميثسيلين بلو. هاي معلومه كطلاب ما تفيدكم، كطلاب بكالوريوس اذا مستقبلا إن امتحنتوا امتحان ماكسيلوفيشال او سيرجري او ميديسين او شيء، هاي تجيكم. اوكي، ميثسيلين بلو. إذا البيشنت عنده ليفر ديزيز، بس أقلل الجرعة مال الدوز. أوكي، مكان ما أعطي كربولتين أعطي كربولة، مكان ما أعطي وحدة أعطي نص. تمام،
وهاي المحاضرة خلصناها. إذا عندكم أي سؤال دكاترة تدرون تكتبوا لي بالتعليقات أو تدخلوا لي على الانستماتي وتسألوني.